أهلا بكم إلى الظهيرة من الميادين. وفي عناوينها لليوم: حلم يصير صحفي، جاب لي شهادة بتجنن. الفلسطينيون يشيعون شهيد الطفل محمد دعدس في نابلس بمشاركة حشود غفيرة ومقاومة. هاي أول مرة بشوف الشمس من 3 شهور. مستمر في الإضراب؟ مستمر طبعا، مستمر حتى حريتي. مستمر في إضرابي حتى أن أنا الحرية. وانضمام الأسير حسام القواسمة إلى الأسرى الستة المضربين عن الطعام وكايد الفسفوس ومقداد القواسمة يؤكدان للميادين صمودهما حتى نيل مطالبهما. المحتجون يعودون إلى ساحات الاعتصام في بغداد رغم إحراق خيامهم وأحداث أمس، وأمن الحشد الشعبي ينتشر بينهم وبين قوات مكافحة الشغب. قوات الجيش اليمني واللجان تواصل تقدمها في مأرب وتنفي مزاعم قوات هادي عن جوبة، وحكومة صنعاء تفرج عن عشرات الأسرى في المحافظة. في سابقة من نوعها، وسائل أعلام رسمية سعودية تخرج عن أصول التخاطب والأعراف وتكيل الإهانات للمسؤولين اللبنانيين. وفي الظهيرة، الحكومة الكوبية تكشف عن أدلة تثبت علاقة منظمي التظاهرات المعارضة بمنظمات إرهابية في الولايات المتحدة. نستهل الظهيرة من فلسطين المحتلة، حيث شيع اليوم الطفل محمد دعدس الذي استشهد أمس برصاص جنود الاحتلال في مدينة نابلس. شاركت في التشييع حشودا من المواطنين بالإضافة إلى مقاومين على وقع الهتافات المنددة بممارسات الاحتلال. يا ربي بس الصبر، صبرني أفراقك يا نور عيوني، نور عيوني صبرني أفراقك. بس عمري 15 سنة الصف العاشر، حلمي يصير صحفي، جاب لي شهادة بتجنن. الله يرحمك يما، يرضى عليك يا عمري، الله يرضى عليك. هذا ونددت فصائل المقاومة الفلسطينية بجريمة الاحتلال، فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطفل دعدس البالغ من العمر 13 عاما وصل إلى المستشفى وهو مصاب برصاصة في البطن، وقد حاولت الطواقم الطبية إنعاشه وإنقاذ حياته لكن جميع المحاولات لم تنجح. شهيدا وشرفنا شرفا فوق شرف، عائلتنا ولله الحمد قدمت 7 شهداء. قلوا لي بتصوت. الحمد لله وجينا على المستشفى من قطرة الناس، وبعض بيقولوا لي الحمد لله سليمة وإصابة ببطنه وسليمة، بس أنا الحمد لله رب العالمين من قطرة الناس توقعت إنه إصابته صعبة وراح يستشهد، لأنه ما كانش حدا من الحبايب إلا موجود في المشفى. عائلتنا ولله الحمد قدمت 7 شهداء، 8 شهداء وهذا تاسعهم، ولن يكون الأخير بإذن الله طالما هنالك احتلال وطالما هنالك عدو جاثم على صدورنا لا يميز بين الكبير والصغير. وفي جديد اعتداءات قوات الاحتلال اليوم، اعتقلت طالبا جامعيا من بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله بعد ساعات قليلة من اعتقال والده. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الشاب شادي عميرة في بيرزيت وفتشته واحتجزت أفراده وحققت معهم وقامت باعتقال والده لإرغامه على تسليم نفسه، ما اضطر عميرة إلى تسليم نفسه.
في هذه الأثناء يواصل الأسرى الفلسطينيون الستة إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، فيما انضم إليهم الأسير حسام علي القواسمة المضرب منذ 3 أيام. وقد ناشدت عائلات الأسرى الستة العالم التدخل لإنقاذ أبنائها، وبينها والدة الأسير القواسمة التي زارته أمس، وقد بدا عليه الأعياء الشديد من دون أن تلين إرادته حتى نيلي مطالبه. أي ظلم عماله بواجه مقداد إنه يتم إدخاله للعناية المكثفة ووضع صحي صعب للغاية ومزر للغاية، يعاني من أوجاع أليمة وجسيمة جدا بعد ما أصبح الهزال يأكل لحمه، بعد أن ذاب لحمه، بعد أن يعاني من مشاكل يعني كبيرة جدا في الرؤية، عدم القدرة على الكلام، عدم القدرة على الحركة، عدم القدرة على النوم، وبرودة شديدة يشعر في أطرافه، وجع شديد في جميع عظمه. اليوم الاحتلال يتمادى ويتغطرس ويدعي القانون وأنها دولة قانون، ويتم إرجاع مقداد إلى سجن عزل الرملة وإعادة أو استئناف الحكم الإداري. يعني هذا شاهد على قديش إنه الاحتلال يتوغل عن جهيته، قديش إنه في ظلم. وفي وقت سابق أعاد الاحتلال والاعتقال الإداري للأسير المضرب مقداد القواسمة ونقله إلى معتقل الرملة. هناء محاميد والتفاصيل. كانت هذه كلمات الأسير مقداد القواسمة لنا قبل أسبوعين عندما كان يرقد في العناية المركزة، اهتدى بها وسط أوجاعه. مستمر في إضرابي حتى أن أنا الحرية. إصرار وعزيمة حاول الاحتلال في اليوم السادس بعد المئة من إضرابه كسرهما بإعادة اعتقال مقداد ونقله من المشفى إلى سجن الرملة، بعدما كانت المحكمة قد جمدته سابقا نظرا للخطورة على حياته بسبب الإضراب المتواصل. ستة أسرى فلسطينيين يواصلون الإضراب عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري الذي لا يخضع فيه المعتقل للمحاكمة ولا تقدم ضده لوائح اتهام. أربعة بينهم يصارعون من أجل الحياة هنا داخل ما يسمى عيادة سجن الرملة. الأسير كايد الفسفوس أقدمهم في الإضراب، زرناه في مستشفى عسقلان في اليوم 14 بعد المئة بعد رفع الحراسة العسكرية عنه بقرار المحكمة التي أعادت تجميد اعتقاله للمرة الثانية. هاي أول مرة بشوف الشمس من 3 شهور. حجة الأمن ممنوع يكون في شباك في الغرفة يعني اللي أنت فيها، تكوني في الليل. كنت مكبل في السرير؟ كنت مكبل إيدي ورجلي في السرير؟ في السرير ممنوع، ايش تقدرش تتحرك يعني. كان عليك حراسة عسكرية؟ حراسة سجنين. مستمر في الإضراب كايد؟ مستمر طبعا، مستمر حتى حريتي فراجع البيت إن شاء الله أو مستشفى في تحت السيادة الفلسطينية. في فلسطين قد تفترق العائلة أكثر مما تلتقي. المعتقلون الإداريون المضربون عن الطعام يقتربون من شفير الموت ويتلاعب الاحتلال بحياتهم، لكن تاريخ الإضرابات يؤكد انتصار الإرادة دوما. هناء محميد، عسقلان، الميادين. من غزة ينضم إلينا ناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الأستاذ طارق عز الدين. أهلا بك أستاذ طارق. إذن شوط كبير بحسب السيد خالد البطش قطع في محاولة إنهاء معاناة الأسرى الإداريين ويعني إنهاء هذا الملف، ما الجديد فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نوجه التحية إلى أسرانا وأسيراتنا داخل سجون الاحتلال، وخاصة المضربون منهم عن الطعام الذين يواجهون بأمعائهم القاوية صلف وعن جهية وإجرام هذا السجان. يعني نحن نتحدث عن تحركات يعني
كثيرة وكبيرة بما يتعلق في إضراب الأسرى عن الطعام، ولكن لا يمكن أن يعني نبني على أي شيء ما لم يكن هناك يعني وقف حقيقي لمعاناة من خلال تلبية مطالبهم. الاحتلال يعني عودنا أنه وتعودنا عليه أنه لا يلتزم لا بعهود ولا مواثيق، ولا يمكن يعني أن نبني على وعود يعني شفهية ما لم يكن هناك تطبيق حقيقي لإجراءات أو وقف إجراءات بحقهم. نحن يعني ننتظر يعني أن يكون هناك قرار يعني واضح بإطلاق سراحهم وإلغاء الاعتقال الإداري والسماح لهم بمغادرة المشافي الصهيونية والسجون الصهيونية حتى نتأكد أن الاحتلال قد يصدق في وعده. نحن ما لم يكن هناك اتفاق حقيقي يعني ومضمون سنبقى نتعامل أن الأسر مضمون عن الطعام. ما هو شكل هذا الاتفاق الذي سيكون حقيقيا ومضمونا؟ نحن ننتظر الاتفاق أو المطروح أو المطلوب إطلاق سراحهم يعني دون قيد أو شرط. يعني ما لم يكن هناك لا يمكن لتضحيات أكثر من 110 أيام للإضراب عن الطعام ويكون هناك حل يعني باهت وحل يلبي يعني تضحيات ومطالب أسرانا. الأسرى مطلبهم واضح وصريح، هم معتقلون إداريون دون أي تهمة أو محاكمة أو أي مبرر، الحرية الوحيدة هي مطلبهم. لذلك نحن نقول حرية الأسرى هي الضامن الوحيد أن يكونوا بين ذويهم وعوائلهم، هذا هو يعني المطلب والشرط مهما كانت. الوساطات يعني كثيرة والحديث يعني كثير، لكن نحن يعني أملنا أن يكون هناك حل جذري لأن الأسرى في وضع لا يحتمل أبدا، وقد نفقد يعني أحدهم لا سمح الله شهيدا في هذه الأيام القادمة. نحن رأينا الأسرى كيف يعانون وماذا وإلى أين وصلوا من وضع صحي إلى يحمل عقباه. نعم، ولكنهم صامدون يعني بطبيعة الحال رغم كل هذه المعاناة التي يمرون بها ضد هذا الاعتقال الإجرامي والتعسفي بطبيعة الحال. ولكن إسرائيل دائما يعني ولها على هذه اللعبة وعلى هذه الحيل أن تفرج عن أسرى عن معتقلين إداريين ومن ثم تعاود اعتقالهم إداريا. كيف يمكن الوصول إلى مرحلة يتم فيها طي صفحة هذا الاعتقال الإداري؟ جيد، موضوع الاعتقال الإداري هو يعني هذا ملف ينافي كافة القوانين الدولية، أن يزج الأسرى داخل سجن الاحتلال دون أي مبرر أو تهمة يحتاج إلى وقفة حقيقية يعني تتطلب يعني تحرك قانوني دولي لفضح سياسة الاحتلال التي يمارس على أبناء شعبنا دون مبرر. عندما يريد يعني أن يعتقل أسير وضعه في الإداري تحت ذريعة الملف السري، ما هو الملف السري؟ هل هناك تهمة؟ هل هناك يعني لا يوجد أي مبرر؟ لذلك يتذرع بالملف السري حتى لا يتمكن محامي الدفاع أن يترفع عنه أمام المحاكم التي لا نعترف بها. ولكن هذا الموضوع طويل وشائك، هو قانون طوارئ يتعامل به منذ الاحتلال البريطاني لفلسطين، وهو أعاد ممارسته حتى يبقى يلاحق ويزج قيادات وأبناء شعبنا داخل السجون. لذلك هذا يحتاج تحرك قانوني دبلوماسي دولي لوضع حد نهائي وجذري، لأنه كما تفضلت سيبقى يعتقل الأسرى ويدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام. الآن الملف الإداري هو منفق مظلم ليس له يعني نهاية ما لم يكن وضع حد يعني قانوني لهذا الموضوع وتجريم الاحتلال بالاعتقال دون أي مبرر يعني لممارسة هذه. نعم، كل الشكر لك الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الأستاذ طارق عز الدين، كنت معنا من غزة. هذا ونظمت مسيرات دعما للأسرى المضربين عن الطعام في عدد من المناطق الفلسطينية بينها الخليل، حيث تصدى الفلسطينيون لاعتداءات الاحتلال على التظاهرة. وأثناء توجه المسيرة في الخليل نحو المدخل الشمالي للمدينة تصدى الفلسطينيون لاعتداءات قوات الاحتلال بقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطار.
إلى ذلك قال الأسير المحرر والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس إن المطلوب من السلطة هو أن تحرك سفاراتها في العالم دعما للأسرى. الأخرس وفي اتصال مع الميادين دعا إلى الخروج إلى الشوارع وإلى قطع الطرق أمام المستوطنين دعما للأسرى. يجب علينا الوقوف في الشوارع أمام الاحتلال بالقرب من هذه المستعمرات وهذه التي تنهب أراضينا، ونقول لهم نحن مع الأسرى، نقطع عليهم الطرق. يجب على الخارجية الفلسطينية إن كان هناك اهتمام من هؤلاء الحكومة الفلسطينية بقيادة السلطة أن تتحرك دبلوماسيا في سفاراتها الموجودة في كل دول العالم، وتضع سياسة الاحتلال أن تدعي مجلس الأمن وأن تدعو الأمم المتحدة وتريهم ماذا يحصل فينا، ولكن هناك تقصير واضح بالمستوى الرسمي الفلسطيني. على صعيد آخر، كشف إيران عن كمية اليورانيوم المخصب لديها وضع إسرائيل أمام حقيقة فشل استراتيجيتها في مواجهة الملف النووي الإيراني، وأعاد إلى الواجهة الحديث عن معضلة الخيارات الإسرائيلية وتبعات الاعتداء على إيران. نتابع مع هاني فحص. إعلان إيران عن امتلاكها 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ونيتها استئناف المفاوضات النووية في فيينا نهاية الشهر الجاري أعاد طرح الأسئلة الصعبة في إسرائيل حول الاستراتيجية والخيارات والتداعيات. لقد انهارت الاستراتيجية الإسرائيلية للحكومة السابقة، ولا سيما استراتيجية نتنياهو التي رهنت على أن إقناع واشنطن بالخروج من الاتفاق النووي سيؤدي إلى انهيار النظام الإيراني تحت عبء العقوبات، لكن ذلك لم يحصل. القراءة الإعلامية الإسرائيلية للإعلان الإيراني جاءت مشبعة بالتشاؤم والخيبة من إمكانية أن تحقق المفاوضات النووية النتائج التي تتوخاها إسرائيل. كل ما يجري هو جزء من لعبة البازار الفارسي التي تديرها إيران، فكل شيء يخدم الهدف، أي أن تقدمهم نحو النووي أو تمركزهم كدولة نووية يخدم هدفهم في فرض واقع جديد في المفاوضات. خبراء حذروا من أن التحسن الذي أحرزته إيران في المعادلة الاستراتيجية لم يواكب بتحسن في خيارات المواجهة لدى إسرائيل، ولا سيما أن إنضاج خيار عسكري ضد إيران يحتاج إلى سنوات، وأن إسرائيل لا تستطيع العمل عسكريا وحدها من دون الولايات المتحدة، لأن ذلك يرتب عليها تبعات لا تستطيع تحملها. إلى العراق، حيث تجددت التظاهرات عند أحد مداخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد. المعتصمون يتوافدون في هذه الأثناء عند بوابة وزارة التخطيط المؤدية إلى المنطقة الخضراء احتجاجا على نتائج الانتخابات وعلى قمع قوات الأمن للتظاهرات يوم أمس، ما أدى إلى وقوع ضحايا. معلومات الميادين أفادت بأن الأمين العام لكتائب حزب الله أبو حسين الحميداوي شارك المعزين عند بوابة الخضراء بوابة وزارة التخطيط. معنا من هناك مباشرة مراسل الميادين محمد الفهد. مرحبا بك محمد. ماذا يعني، هل بدأت المراسم لتشييع الشهيد الذي راح ضحية العنف يوم أمس؟ وأيضا ماذا عن الشخصيات التي تتوافد إلى ساحة التظاهر؟ محمد، هي كانت مسيرة عزائية وأيضا عزاء أقيم هنا في هذا المكان القريب من بوابة المنطقة الخضراء قرب وزارة التخطيط، وهو من البوابات المهمة والاستراتيجية لهذه المنطقة. مجلس العزاء الذي يقيم هنا كما تظهر كاميرا الميادين هو يقع خلفي محمد. كان هنالك حضور لعدد من الشخصيات، منها الأمين العام لكتائب حزب الله أبو حسين الحميداوي، وكذلك رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي أبو فدك، وأيضا حضر الأمين العام لعصابة للحق قيس الخزعلي، وكذلك أمين عام
كتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي، وأيضا عدد من القيادات الميدانية في الحشد الشعبي، وأيضا الزعامات السياسية، بالإضافة إلى رئيس تحالف الفتح أيضا حضر قبل قليل. والآن تتوافد هذه الوفود تصل إلى هذا المكان بعد دعوة اللجنة المنظمة لأنصار هذه القوى وكذلك للمحتجين أن يحضروا هنا إلى هذا المكان ضمن الخطوات التي اتخذت اعتراضا على نتائج الانتخابات. أيضا في الجهة المقابلة للمكان الذي نتواجد فيه محمد، أيضا يتواصل الاعتصام في ساحة اعتصام بغداد، ولا سيما قرب الجسر المعلق، وهي واحدة من بوابات المنطقة الخضراء. وأيضا أقيم هنالك مجلس عزاء على أرواح الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاحتكاك الذي حصل يوم أمس ما بين المحتجين والقوات لكن الأمنية. محمد، حيث أنت وهذه الشخصيات الرفيعة التي حضرت إلى يعني مجلس العزاء هذا، أيضا هناك معلومات بأنه ستكون هناك كلمات مهمة وواضحة ومختصرة وتحدد المسيرة خلال الأيام أو المرحلة المقبلة فيما يخص الانتخابات أو فيما يخص شكل الحكومة المقبلة أو فيما يخص التحالفات من قبل شخصيات سياسية مؤثرة، ربما زعيم تحالف الفتح. ماذا عن البرنامج؟ متى ستكون هذه الكلمات؟ يعني حتى هذه اللحظة لم تلقى كلمات محمد، اقتصر هذا الحضور على قراءة الفاتحة وأيضا الحضور لمركز العزاء أو موكب العزاء المقام في هذه المنطقة، ثم أيضا مغادرة هذا المكان. قبل قليل كان حاضرا الأمين العام لعصابة الحق الشيخ قيس الخزعلي وغادر الآن المكان، وأيضا الآن أمين عام كتائب سيد الشهداء غادر هذا المكان. على ما يبدو أن هنالك هو تقديم عزاء، وما بعد هذه ربما حضور الوفود ربما ستكون هنالك موقف مشترك ربما للإطار التنسيقي الذي يضم القوى المعترضة على الانتخابات، أو أيضا للفصائل العراقية التي حضرت زعاماتها هنا في هذا المكان. لكن المطالب الواضحة التي رفعها المحتجون حتى هذه اللحظة محمد تنوعت ما بين المطالبة بمحاكمة من أطلق النار على المعتصمين والمحتجين، وكذلك هنالك مطالب طالبت بمحاكمة المنظومة الحكومية حسب ما يصفونها، و بالتالي هنالك أيضا مطالب رفعت تختص بالانتخابات وأن الاعتصامات ستستمر وستتوسع رقعتها هنا في العاصمة العراقية بغداد وفي المناطق المحيطة بالمنطقة الخضراء بحسب ما رفع من شعارات. يقول المتظاهرون أنهم ربما يتجهون إلى أبعد من هذا الباب وربما يتجهون إلى أبواب المنطقة الخضراء الأخرى الرئيسية، وهي خيارات واردة حتى هذه اللحظة وفق المتظاهرين والمعتصمين الذين يقولون أن ليس هنالك تجاوب من قبل الجهات المعنية ولا سيما مفوضية الانتخابات التي تستمر بإجراءاتها الخاصة بمعالجة الأصوات في المراكز المطعون بها دون التعامل أو دون التجاوب مع مطالب المعتصمين والمتظاهرين. كذلك قالوا أن أحداث يوم أمس وكذلك استهدافهم من قبل قوات الأمن ربما سيعطي حافزا إلى هؤلاء من أجل توسيع رقعة الوجود، توسيع رقعة الاحتجاج وكذلك استمراره. المؤشرات هنا محمد تشي بأن هنالك قرار بالمطاولة لدى المعتصمين، مطاولة هذا الاعتصام، وأيضا الانتشار في مناطق أخرى. نعم. وهو ما شاهدناه اليوم، هنالك أعداد كبيرة ليست بالقليلة في هذا المكان القريب من بوابة المنطقة الخضراء قرب وزارة التخطيط، بالإضافة لأعداد محمد الفهد كانت في ساحة اعتصامات. نعم. وسنتابع معك التطورات. نعم. أولا بأول إن حصلت. شكرا جزيلا لك مراسل الميادين في بغداد ومن مكان التظاهر محمد الفهد. هذا وكانت صدامات قد جرت أمس بين متظاهرين وقوات الأمن وأدت إلى مصرع متظاهر وإصابة عدد آخر بجروح. المعتصمون عادوا محمد لنصب خيام جديدة بعد احتراق العشرات منها نتيجة الصدامات، كما انسحبت قوات مكافحة الشغب إلى الجسر المعلق، فيما انتشرت عناصر أمن الحشد الشعبي بين المعتصمين وتلك القوات، وأظهرت مشاهد الاعتصام الخيمة التي جرى إحراقها، حيث بات عدد من المعتصمين في العراء تمسكا بحراكهم. وكانت الخيم قد أحرقت ليلا أمام بوابة المنطقة الخضراء في بغداد، حيث كان يعتصم العراقيون احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وفيما صدرت مواقف تنتقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على خلفية هذه الأحداث، حيث أمر الكاظمي بتأليف لجنة تحقيق فيما حصل. من الهدوء إلى المواجهة، بسرعة انتقلت الأحداث في ساحة الاعتصام المركزي أمام بوابة الجسر المعلق في الجادرية. المواجهة كانت انعكاسا لما جرى في ساحة بوابة المنطقة الخضراء المعروفة ببوابة التخطيط. تحركت قوات مكافحة الشغب لفض تظاهرتهم بالقوة ومن خلال إطلاق الرصاص بحسب المتظاهرين. كان هنالك احتكاك، والاحتكاك الذي بدأ من قبل القوات الأمنية مكافحة الشغب الذي هجمت على المتظاهرين، حرقت الخيام وحرقت الأشجار. وأعتقد كان هنالك حسب اعتقادي أنه عناصر مدسوسة ضمن القوات الأمنية هي اللي أججت هذا الموقف، واللي هي كانت التظاهرات بالنسبة لسائر سلمية. كر وفر شهدتهما ساحة الاعتصام بين المحتجين على نتائج الانتخابات وبين قوات مكافحة الشغب إثر مواجهة بالعصي والحجارة سقط خلالها جرحى ومصابون من المعتصمين. اليوم تم الاعتداء علينا، واليوم هو اليوم فرصة الأخيرة. بعد أن انتهت اليوم الفرصة الأخيرة لمجلس النواب والحكومة ومجلس القضاء الأعلى، سيكون هناك لدينا تصعيد في الأيام المقبلة. هذا التصعيد سيكون فرصة أخيرة لهم. انتهت هذه الفرصة هذا اليوم، سيكون هناك تصعيد في جميع المحافظات وفي جميع بوابات الخضراء من اليوم فصاعدا إن شاء الله. حزام بشري شكله المعتصمون لإعادة زملائهم إلى منطقة الخيام، فيما اعتمدت القوات الأمنية شريطا بشريا آخر يواجهه بهدف احتواء الاحتكاك وإنهائه. النظر في مطالب المعتصمين من شأن احتواء تداعيات مشهد اليوم التي قد تذهب إلى ما لا يحمد عقباه، يقول مراقبون. صلاح الخزاعي، بغداد، الميادين. إلى السعودية، حيث برز اليوم كيل صحيفة عكاظ الإهانات لعدد من المسؤولين اللبنانيين، من بينهم وزراء الخارجية والإعلام. وقالت الصحيفة السعودية أن الأزمة اللبنانية الخليجية كشفت ما وصفته بالحقد الدفين لدى السياسيين اللبنانيين الساذجين أمثال وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب على حد تعبيرها. وفي مقال تحت عنوان لبنان وفشل الدولة بين جهالة قرداحي وسذاجة أبو حبيب ووصاية الحزب، شبهت الصحيفة السعودية السياسيين اللبنانيين بأوصاف مهينة، قائلة إنهم لا ينتمون إلى لبنان ولا إلى محيطه العربي، وأدت ما سمتها تصرفاتهم الحمقاء إلى عزلة لبنان على حد تعبيرها. وشددت على أن وزير الخارجية اللبناني صنع أزمة أسوأ من سابقتها، وكأنه يريد أن يحرق لبنان بما فيه ومن فيه بحسب الصحيفة. معنا من بيروت الكاتب السياسي إبراهيم بيرم. أهلا بك أستاذ إبراهيم. إذن يعني هذا الكيل من الإهانات غير مسبوق في الإعلام تجاه مسؤولين في دولة لها سيادتها ويعني لها قرارها، كيف يمكن التعليق على هذه الأوصاف وغيرها التي نترفع عن ذكرها؟ يعني الواضح بأنه الرياض يعني مستمر بحمله التصعيد ضد لبنان، يعني مستمر بتصعيد الأزمة اللي افتعلتها وضد هذا البلد يعني من غير سبب. يعني حتى الآن أعتقد أنه السعودية وبعض الدول الخليج في كفة أو في ميلة، والعالم كله في ميلة آخر، يعني مع الحكومة اللبنانية، فرنسا، أمريكا، روسيا، كل العالم. يعني مش صحيح كما يقول الإعلام أنه لبنان في عزلة، لا بالعكس، للمرة الأولى يبدو لبنان يعني بالنسبة للموقف الخليجي وكأنه يعني يحاصر أو على الأقل يعتدى عليه، إذا صح التعبير، يعتدى على سيادته كما ذكرت في معرض سؤالك. أنا يعني كنت لا أتمنى فعلا يعني أنه من السعودية أنه توصل في مرحلة من المراحل إلى ذروة غضبها وخلاص تنتهي القضية، لكن يبدو أنه بعد حوالي 10 أيام صار للأزمة مستمر يعني الرياض في هذا النهج، نهج التصعيد ضد لبنان. ما بنعرف لوين بيودي، باستثناء الا انه يعني نوع من كما ذكرتي
يعني تجاوز للأعراف والقيم والتقاليد العربية، والتجاوز أيضا للسيادات، لمفهوم السيادة الوطنية. نحن نقبل يعني لبنان تعرف بلد متنوع وعنده صحافة حرة منذ مئات السنين، منذ عشرات السنين حتى ما نبالغ، لكن يعني نحن نعتبر كل كلمة تذكر في الإعلام السعودي يعني هي موجهة. هذا يعني أنه الرياض الحكومي والإدارة السعودية يعني لم ترتوي بعد إذا صح التعبير من هجمتها على لبنان، وأنه مستمر بهذا النهج. نعم. الشيء اللي بيزيد بالأمر أنه الدولة اللبنانية للمرة الأولى رغم كل التناقضات ورغم كل الانقسامات اللي عم نشوفها ومنشهدها وقفي وقفي وحدة، يعني لا الرئيس الحكومة اهتز، يمكن حكي موقف أو موقفين خلاص اقتنع بالقصة والحكومة بدأت تستقيل. يعني هذا البلد حتى الآن يعني متمسك إلى حد بعيد في وجه هذه الحملة على المفاجأة واللي ما إلى يعني أي مبرر باستثناء أنه في نوع من فشة الخلق بهذا البلد المستضعف الصغير المتهالك بالأساس اقتصاديا. نحن كنا بنتمنى أنه السعودية بهذه اللحظة تسارع لإنقاذ، لمد يد الإنقاذ لهذا البلد. وهنا يطرح السؤال، يعني عندما تتحدث السعودية عن لبنان وتصفه بأنه المسؤولين، بعض المسؤولين فيه عزلوا لبنان، كانوا سبب في عزلة لبنان، وأنهم لا ينتمون إلى لبنان ولا إلى محيطهم العربي، ما الذي تقدمه السعودية اليوم لهذا المحيط هذا العربي؟ هذا السؤال حقيقة في مكانه بالطبيعي. يعني نحن بنعرف أنه من 4 سنين 2017 مثل هذه الأيام كان في رئيس للحكومة اللبنانية اسمه الرئيس الشيخ سعد الحريري معتقل في السعودية. بتعرفي أنا ذاك يعني ما بدنا نعرف فتح الجروح، لكن على الأقل مش أول مرة. يعني في معرض سؤالك قلتي أول مرة، لا مش أول مرة يعني السعودية تتخذ هذا الموقف. يعني عندما يعتقل رئيس وزراء لبنان بحجة أنه بيحمل الجنسية السعودية وأنه له مصالح في السعودية، أنا ذاك يعني كان واضح أنه العالم مش صحيح. يعني عزل لبنان، العالم بادر لمساعدة لبنان. إحنا بنعرف الموقف الفرنسي والموقف الأمريكي أنا ذاك وكل الدول، لأنه لا هذا البلد مش متروك، وهذا البلد عربي. العروبي، مفهوم العروبي مش بس أنك تحكي لغة عربية، هو الالتزام بالقضايا العربية، يعني بقضية مثل قضية فلسطين، بقضية الوحدة العربية. وهنا أيضا يعني أيضا يعني يطرح سؤال آخر، يعني بالرغم من كل جرائم الاحتلال والمآسي التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، يعني أيضا في سياق هذه النشرة كنا نتحدث عن تشييع جثمان لطفل عمره 15 عاما قتل برصاص الاحتلال بدم بارد وكان حلمه أن يصبح صحفيا. لم نرى أي وسيلة إعلام سعودية إماراتية، لا نريد أن نتحدث عن أوصاف مهينة حتى بحق إسرائيل، ولكن إدانة على مستوى الإدانة لا نجد أي رد فعل مقابل رد الفعل هذا القوي والعنيف تجاه لبنان لأجل تصريحات كما يقولون قالها السيد جورج قرداحي قبل حتى أن يصبح وزيرا. يعني نحن بنعرف أنه من زمان صار في نوع من التناسي للقضية الفلسطينية، لقضية العرب المركزية والمحورية والإنسانية، اللي من زمان هذا الإعلام الخليجي بطل يعني يأتي على ذكره وبطلت يعني تهز الدماء المنسالة يعني بشوارع فلسطين المحتلة يوميا، لما تحكي أطفال وشياخ ونساء إلى آخره. نحن يعني ما بدنا نقول انه يعني وين الالتزام بالقضيه بالعرب بالعروبي والالتزام فيها يعني، لكن على الاقل يعني لبنان ما زال حتى الان مع بعض الدول العربيه ملتزم بهذه القضيه، يحتضن هذه القضيه، منبر لهذه القضيه، يناضل في سبيل هذه القضيه، السلاح الموجود مع المقاومه في سبيل هذه القضيه. هون نحن المحك، يعني مثل ما قلنا بداية أنه الالتزام بالعروبي، يعني كما العرب أو العزلة عن العربية، الالتزام بالعروبي والالتصاق بالعروبي والتوحد مع العروبي بيكون بالالتزام بقضايا العرب المركزية والمحورية المتفقين عليها منذ عام 1948 وما قبل. والغريب أيضا يعني أنه هي تتحدث عن انتماء المسؤولين اللبنانيين وتوزع الانتماء وتصنفه بحسب ما تريد هي الصحيفة، وهي في وتتحدث أيضا عن انتهاك سيادة لبنان من قبل مكون أساسي من مكونات الشعب اللبناني بطبيعة الحال. ولكن هناك أيضا ربط بما يجري اليوم تجاه لبنان، وأنت أتيت على ذكر المقاومة بخسارة السعودية باليمن، بهذه الخسارة الفادحة في اليمن. يعني
بالتأكيد جزء من الحملة اللي صارت معروفة هي لها علاقة بهذا اللي عم تفضل فيه، يعني بموضوع الحرب العبثية اللي سماها الوزير الإعلام واللي هي كان سبب الغضبة وسماها العالم كله، هي حرب عبثية، حرب ظالمة، حرب يعني آن لها أن تنتهي. بطبيعة الحال يعني إذا كانت السعودية عاتبة على لبنان لأنه في وزير أو وزيرين كما تزعم أنه والله حكوا على السعودية أو حكوا على الحرب، ما حكوا على السعودية، حكوا على حرب تشن السعودية أو تجاه اليمن، فنحن كما يعني من الأولى أنه نزعل إذا يعني صح التعبير من تصريح من هذا النوع يعني اللي وردته جريدة عكاظ يعني تجاه المسؤولين في لبنان. فبالتالي نحن متساويين، يعني خلينا نعتبر حالنا متساويين، لكن يبدو القصة مش هون مثل ما قالوا يعني إن السعوديين أنفسهم قالوا القصة مش قصة تصريح، أبعد من هيك، يعني قصة نهج سياسي، مبدأ سياسي، صراع سياسي أكثر مما هو يعني قصة تصريح أطلقه الوزير إرداحي من شهر، يعني وتصريح يعني ناعم إذا بدك يعني. ما نعم. شكرا جزيلا لك الكاتب السياسي إبراهيم بيرم، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت. الآن إلى اليمن، حيث تواصل قوات الجيش واللجان الشعبية تقدمها في مأرب، وقد نفت مصادر ميدانية للميادين ما أعلنته قوات الرئيس هادي وحزب الإصلاح المسنودة طبعا بطائرات التحالف السعودي عن استعادة السيطرة على مواقع في مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب. المصادر أكدت للميادين أن جميع محاولات زحف قوات هادي والتحالف السعودي باءت بالفشل رغم الغارات الجوية المكثفة المساندة لها. هذا وأفرجت حكومة صنعاء عن جميع الأسرى من أبناء مديرية العبدية بمحافظة مأرب في مبادرة لتعزيز مبدأ الأخوة والتسامح بين اليمنيين ولتوحيد الصفوف في مواجهة التحالف السعودي. أحمد زبيبة. عشرات الأسرى من أبناء مديرية العبدية المحررة من قبضة قوات هادي والتحالف السعودي أفرجت عنهم حكومة صنعاء تنفيذا لتوجيه زعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي. يأتي ذلك بالتزامن مع لقاء جمعه ب 1500 شخص من مشايخ ووجهاء مأرب وشبوة لتعزيز مبدأ الأخوة والتلاحم لمواجهة التحالف. جسدت صنعاء مع محافظة مأرب ممثلة بأبناء العبدية جسدت روح التسامح والمخوة والوحدة القبلية وتماسك النسيج الاجتماعي الذي كاد أن ينخره العدو خلال أعوام العدوان، إلا أن الشعب اليمني أثبت بأنه لن يؤثره هذا العدوان. تقول صنعاء إن التحالف تعمد نشر الشائعات المضللة لجمع أكبر قدر من المقاتلين في صفوفه لسنوات، واليوم وبعد أن اتضحت حقيقة الحرب السعودية التي تقوم على الغزو والاحتلال، فإن الشعب اليمني بات أكثر وعيا في مواجهة مخططات التحالف. كاد الثورة متسامح مع الجميع، وقيادتنا السياسية برئاسة الأستاذ مهدي المشاط أيضا متسامعة مع الجميع. لا يوجد هناك مشاكل طائفية ولا مذهبية ولا عنصرية ولا مناطقية، وإنما هناك عدوان واحتلال الأراضي اليمنية، وهناك أيضا مقاتلة من أجل طرد هذا المستعمر الغازي على بلادنا وكذلك المرتزقة. وفي ظل استمرار صنعاء بجمع الدعم القبلي في معركتها بمأرب، المواجهات على الأرض تدور رحاها في المناطق المحيطة بالمدينة من ناحية أطراف مديرية الجوبة جنوبا والمؤدية إلى منطقة الفلج مدخل المدينة. تعمل صنعاء جاهدة لكسب التأييد الشعبي والقبلي فيما تبقى من مناطق مأرب لاستكمال تحريرها بعيدا عن المواجهات العسكرية، وذلك لجمع كلمة اليمنيين وحقن دمائهم. أحمد محمد زبيب، صنعاء، الميادين. الظهيرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. غارات سورية وروسية على مواقع الحزب التركستاني في ريف إدلب.
أهلا بكم من جديد إلى سوريا، حيث أفاد مراسل الميادين بأن الطائرات الحربية السورية والروسية نفذت اليوم عددا من الغارات على مقر للحزب الإسلامي التركستاني في ريف إدلب الشمالي الغربي. مراسل الميادين أفاد بأن القصف استهدف مواقع لهذا الحزب في أطراف بلدة مشمشان التابعة لمدينة جسر الشغور. إلى السودان، وفيه أعلن تجمع المهنيين السودانيين اليوم موعدا لإغلاق الشوارع داعيا إلى عصيان مدني يومي الأحد والاثنين المقبلين. كما طالب التجمع في سلسلة تغريدات عبر تويتر مجلس حقوق الإنسان الأممي بعودة فورية للحكومة المدنية المعزولة في السودان، مضيفا أن الانقلاب متخبط ومعزول وستدق ساعة هزيمته الوشيكة بتنظيم الصفوف وتكامل الجهود. من جهته تبنى مجلس حقوق الإنسان من دون تصويت مشروع قرار غربي منخفض اللهجة بشأن السودان. القرار هذا الذي اعتبرته روسيا والصين تدخلا في الشؤون الداخلية يدين استيلاء العسكر على الحكم ويدعو إلى إعادة السلطة إلى الحكومة المدنية. موسى عاصي والتفاصيل. مجلس حقوق الإنسان في جلسة استثنائية بلا أي نتائج استثنائية حول الأوضاع في السودان. الدول الغربية التي وصفت ما يجري بالانقلاب العسكري قدمت مشروع قرار عالي اللهجة في البداية، لكن النقاشات مع الدول العربية والأفريقية والتعديلات التي أدخلت على النص الأساسي أدت إلى صيغة نهائية أسقط منها مطلب تعيين مقرر أممي خاص لمعاينة الانتهاكات، كما أسقط منها اسم عبد الله الحمدوكي كرئيس لحكومة مدنية يطالب مشروع القرار بإعادة تسليمها السلطة. ندين بأشد العبارات استيلاء الجيش على السلطة، ونطالب إلى جانب زملائنا في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بإعادة السلطة فورا إلى الحكومة المدنية وبإطلاق سراح جميع الموقوفين المدنيين. كما نطالب المفوضية السامية بتعيين خبير أممي من أجل تأمين المزيد من المراقبة لحقوق الإنسان منذ الاستيلاء على السلطة. روسيا والصين وفنزويلا عارضت انعقاد الجلسة ومشروع القرار معتبرة ذلك تدخلا بالشؤون الداخلية للسودان. إننا على قناعة بأن الشعب السوداني قادر بمفرده ومن دون تدخلات خارجية على إيجاد الحل المناسب لهذه الأزمة. أما اعتماد قرار أحادي الجانب فلن يحسن حقوق الإنسان، لذلك لا نؤيد هذا القرار الذي يتعارض مع القواعد وممارسات حقوق الإنسان. الجلسة التي تبنت مشروع القرار بعد تعديله من دون تصويت لم تشهد أي مداخلة للجانب السوداني، فمندوب السودان الموالي للحكومة المدنية جرد المجلس العسكري من مسؤولياته. ثلاثة اتجاهات في مجلس حقوق الإنسان، روسيا ومعها الصين ودول أخرى اعتبرت مشروع القرار الغربي تدخلا في شؤون السودان، والدول الغربية نددت بما سمته الانقلاب العسكري في وقت فضل فيه مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى عدم توجيه أي انتقادات للمجلس العسكري السوداني. موسى عاصي، جنيف، الميادين. في ألمانيا أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل في هجوم بسكين داخل قطار سريع في ولاية بافاريا غرب ألمانيا. الشرطة الألمانية أعلنت في بيان إلقاء القبض على منفذ الهجوم بعد أن هاجم بالسكين عددا من الركاب داخل القطار السريع. إلى كوبا، حيث كشفت الحكومة الكوبية عن أدلة تثبت وجود علاقات بين منظمي التظاهرات في كوبا ومنظمات إرهابية تقيم في الولايات المتحدة. جاء ذلك بالتزامن مع احتجاجات دعت إليها المعارضة الكوبية في 15 من الشهر الجاري للمطالبة بتغيير سياسي في البلاد. عروة محمود والتفاصيل. مع إعلان الحكومة الكوبية فتح مطاراتها مع العالم وعودة المدارس والحياة الطبيعية في 15 من الشهر الحالي، دعت المعارضة الكوبية إلى تظاهرات تطالب بتغيير سياسي في البلاد. الرئيس الكوبي كشف عن اجتماعات عقدها مسؤولون في السفارة الأمريكية مع قادة الجماعات المعارضة في هافانا لإثارة أعمال تخريب سياسي. دبلوماسيون أمريكيون يجتمعون كثيرا بزعماء عصابة مناهضين للثورة ويقدمون لهم الدعم اللوجستي والمالي لإثارة أعمال تخريب سياسي في البلاد.
السفارة الأمريكية لدى كوبا مصرة على الاستمرار في دورها التخريبي من أجل تقويض النظام الداخلي في بلدنا. الحزب الشيوعي الكوبي حذر من سيناريو وصفه بالانقلاب الناعم يجري التخطيط له تحت ذريعة النضال السلمي، مقدما أدلة تؤكد وجود علاقات بين منظمي التظاهرات ومنظمات إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية. جونيور، كيف الحال؟ أنا رامون ساول سانشيز. صباح الخير رامون. لا أعلم ما إذا رأيتم الإعلان حول تغير موعد التظاهرة إلى يوم 15 من تشرين الثاني. نحن الحركة الديمقراطية والحركة المعارضة من أجل جمهورية جديدة معكم 100%. هل ترون من المناسب أو المفيد أن نصل إلى السواحل الكوبية في هذا اليوم إن استطعنا ذلك لإشعال الأضواء؟ نحن لدينا القدرة الكبيرة على الوصول إلى وسائل الإعلام وسندعمكم في نشر أي معلومات تريدونها. أشعر بالفخر بدعمكم ومساعدتكم. وتتعرض كوبا لحملة شرسة تستغل الوضع الاقتصادي الصعب لاتهام الحكومة بالتقصير في أداء واجباتها، حملة تقوم على التحريض على التظاهر وتفتح البلاد على تدخلات أجنبية تحت مسمى المساعدات الإنسانية، في سيناريو تسعى واشنطن إلى تطبيقه على هافانا التي تخضع لحصار أمريكي منذ ما يقارب 60 عاما. تشهد العلاقات الكوبية الأمريكية توترا كبيرا بعد أعمال الشغب التي اندلعت في عدد من المدن الكوبية في 11 من تموز الماضي، فيما تعتبر الحكومة الكوبية أن الاحتجاجات جزء من استراتيجية تدعمها واشنطن لتغيير النظام في البلاد. عروة محمود، هافانا، الميادين. يبقى معنا عروة محمود مباشرة من هافانا. عروة، بالتالي يعني الآن باتت بالأدلة بالصوت كشفت الحكومة الكوبية عن تعاون بين الداعين أو المنظمين لهذه التظاهرات وبين منظمات وصفتها بالإرهابية موجودة على أراضي الولايات المتحدة. ما هو مصير التظاهرات المرتقبة في 15 من الجاري المطالبة بتغيير سياسي في كوبا؟ للأسف يبدو فقدنا الاتصال مع الصحافي عروة محمود من هافانا. نكمل الآن النشرة معك. نعم، وبالتحديد إلى سيراليون حيث أفادت السلطات المحلية بمقتل 92 شخصا وإصابة 100 بجروح جراء انفجار نقلة وقود بعد تصادم في المدينة. وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الضحايا يركضون في شوارع فريتاون بعدما أصيبوا بحروق شديدة مع اشتعال نيران في متاجر ومنازل قريبة. بالعودة إلى الملف الكوبي والصحافي معنا من هافانا عروة محمود. عروة، ماذا أو ما هو مصير التظاهرات المرتقبة في 15 من الجاري خصوصا بعد هذه الوثائق التي كشفت عن تعاون أو تواصل بين منظمات إرهابية والداعي لها في كوبا؟ في البداية أود أن أشير أن 15 من الشهر الحالي هو الموعد الذي أعلنته الحكومة الكوبية لإعادة الحياة الطبيعية إلى البلاد بعد حظر وإجراءات مشددة جدا اتخذتها خلال جائحة كورونا. في هذا الموعد دعت المعارضة أو جماعات المعارضة في كوبا إلى تظاهرات ضد الحكومة الكوبية ولإثارة أعمال شغب للفت الانتباه. هدف هذه المظاهرات هي لفت الانتباه والرأي العام العالمي، حيث أن هذه الجماعات المعارضة لها دعم قوي جدا من قبل وسائل الإعلام الغربية ووسائل الإعلام المتواجدة في ميامي. في الفترة الأخيرة الحزب الشيوعي الكوبي عرض عدد من الأدلة الدامغة التي تثبت تورط أو علاقة هذه المعارضة مع جماعات ومنظمات إرهابية في ميامي. عضو الأمانة العامة في الحزب الشيوعي الكوبي بولانكو، روهيليو بولانكو، في مداخلة أو في برامج خصصة لهذا الغرض
عرض محادثة هاتفية بين جونيور غارسيا وهو أحد الداعيين أو أحد المنظمين الرئيسيين للتظاهرة في 15. يجدر بالذكر أن المظاهرة لم تلقى موافقة من السلطات الكوبية، ولكن على الرغم من ذلك فالمعارضة الكوبية هي مصرة على النزول إلى الشوارع أو إثارة أعمال شغب أو تخريب سياسي كما تصفها الحكومة الكوبية بعد تقديم هذه الأدلة. الحزب الشيوعي كما ذكرت عرض عدد من الأدلة، ومن بينها مكالمة هاتفية بين جونيور غارسيا ورامون سايل كيس، وهو أحد المتهمين بعدد كبير من الأعمار الإرهابية ضد الجزيرة الكوبية. وخلال المحادثة عرض رامون على جونيور غارسيا كافة أشكال الدعم، وتم التنسيق، تظهر خلال المكالمة التنسيق بين المعارضة الموجودة في كوبا والداعين إلى التظاهرات مع جهات في الولايات المتحدة. ومن بين هذه التنسيق حتى عرضوا عليهم أن تأتي قوارب من ميامي وتصل إلى السواحل الكوبية ويقومون بإشعال الأضوية لكي يشعر الذين يريدون الخروج في الشوارع الكوبية أن ميامي وأن الولايات المتحدة هي إلى جانبهم. وبكل تأكيد السلطات الكوبية لم توافق على هذه المظاهرة في البداية بسبب لديها العديد من الأدلة أن أهدافها ليست سلمية، وهي تسعى إلى إثارة الشغب والفوضى في البلاد. ومن ناحية أخرى فإن هذا التاريخ بالنسبة إلى كوبا هو تاريخ هام جدا، أنه بعد ما يقارب السنتين تعود كوبا إلى الحياة الطبيعية، يعود الطلاب إلى المدارس، وهم يريدون أن يجعلون هذا التاريخ تاريخ سعادة وفرح ولقاء بين الطلاب بين الأهالي، وليس تاريخ لأعمال الشغب كما جرى في 11 من تموز من العام الحالي. شكرا لك الصحافي عروة محمود من هافانا كوبا، شكرا جزيلا لك. ختام الظهيرة لليوم اخترناه مجددا من فلسطين المحتلة وتحديدا من بلدة الطور في القدس المحتلة. التفاصيل مع كيارا. نعم، فقد اخترنا هذا التقرير المؤثر الذي يظهر عددا من الأطفال وهم ينقلون ألعابهم وأثاث منازلهم المهددة بالهدم والتهجير، ومن بينهم الطفلة عبير خلفاوي التي لم تتمالك دموعها. عشان الاحتلال ده يهدرنا، مننقل ألعابنا وأغراضنا، بنتضايق أكثر عشان ده يهدوا دارنا، وبدهم بس يعطونا تمديد. زعلانة كثير؟ إيش أمنيتك؟ إنه يعطونا تمديد ويخلوها. بالتأكيد هي لحظات قاسية على الجميع كبارا وصغار، لكن على وجوه الأطفال تبدو المأساة أوضح. هذا ما يريده الاحتلال. الظهيرة انتهت مشاهدينا، ودائما المزيد من الأخبار والتقارير تجدونها على صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. في أمان الله.